بكران شهرة قديمة واللاعب البطل. اتفضل يا فندم. بسم الله الذي أحب البشرية وخلقها، وعندما أحببت البشرية كل عبده في مكان الذي يحب ويشتهي. أولا عايز أقول كلمة عن الحرب. الحرب تبدأ في نفس الإنسان. الإنسان الأب السليم يحب الجميع ولا يحارب. الإنسان اللي علاقته بربه كويسة مستحيل يعاني أحد. والإنسان الذي يحب الإنسان يستحيل يحاربه. إذا أول ما تبتدي حرب معناها هذا الإنسان قلبه ابتدى يفقد السلام. فلما يفقد السلام يبتدي القلق والتعب والخوف يبتدي ينعكس على تصرفاته كلها. حتى في الأسرة لما الأسرة تعيش في سلام وحب عمر ما يختلفوا، إن اختلفوا يقعدوا على مائدة وينتهي الخلاف سريعا. لكن أول ما الحب يفقد والسلام يفقد هنا تبدأ الحرب. ولذلك سيد المسيح قبل ما يصعد قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تنزع. إذا الاضطراب نابع من عدم السلام. في سلام ما فيش اضطراب أبدا بين الإنسان وبين الإنسان الآخر، بل بين الإنسان وجميع الخليقة كلها. ولذلك العلاقة الحربية بالناس والناس تبدأ في الإنسان من جواه، وتبدأ في الإنسان وأسرته. وبعدين الإنسان الوطني لازم يحب وطنه، لأن عندنا وصية بتقول أنت تدافع، ممكن تتنازل عن حقك الشخصي، لكن ليس من حقك أن تتنازل عن حقك في حياتك في بلدك. تدافع عن بلدك. والسيد المسيح قال اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني الانسان مطالب ان يدافع عن اسرته، عن مجتمعه، عن بلده. والدفاع عن البلد يبدا بالسلام وبالحب. اذا فشل السلام والحب يبقى لا بديل عن الحرب. ونثق ان الله الذي يساعد الانسان ان يعيش في سلام يعطيه كل انتصارات في حربه دائما، ويكون منتصر على نفسه وقوه على ضعفاته، وايضا منتصر على عدوه. ونشكر ربنا ان ربنا ادانا الرئيس اللي بيهتم بالإنسان في حياته، في تعليمه، في مرضه، في أن يعيش عيشة كريمة. الحقيقة أنا عصمت كثير من الرؤساء، أنا كبير في السن، وما لقيتش رئيس يحب بلده قد الرئيس السيسي. ولما قابلته قلت له شعب مصر عاوز ترتقي بيه يعيش زي ايام يوسف الصديق يجمع العالم كله، ولا تهتم بكرسيك. ده انسان مصري اصيل، المصريه جواه. وفعلا بنلاحظ ان هو اهتم بالانسان عشان يعيش في سلام. نشكر ربنا. الارهاب ابتدى يضيع قوي، المشاكل اللي كانت تحصل للانسان بتضيع. ده معناه ان مصر تسعى دائما للامان والسلام. وانا الحقيقه كنت في امريكا وكندا قلت لهم في الكنائس والشعب كله، قلت لهم صدقوني هيجي وقت كل الامريكان الاصليين
تكون مهمة لمصر، لأن مصر هتكون أحسن بلد ونعيش فيها سلام.